من شيوخنا اكتسبنا مجدنا، تلك هي الحكاية، حكاية طفل دخل أبواب ناديه الأهلي ونظر بتأمل إلى صور رموز حراسة المرمى، فحلم بأن يكون جزءا من هذا الكيان، أن يسير على دربهم لنحكي يوما ما حكايته. هو حارس المرمى الصاعد حمزة علاء. ولد حمزة علاء الدين في مطلع عام 2001، ولم يكن في حكايته سوى حبه للأهلي الذي التحق من فرط عشقه بأكاديمية النادي، ومنها تم اختياره ليكون بين ناشئي القطاع. تدرج بين صفوف وفرق القطاع واضعا في ذهنه حلمه الكبير أن يذهب هناك إلى ملعب مختار التتش التاريخي ليدافع عن ألوانه ويسير على درب صور الرموز التي وقف أمامها حين كان يخطو خطواته الأولى. قبل أن يكمل حمزة عامه 20 كان قد بدأ الجزء الأهم من حياته حين تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس وبإشراف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني. حمزة علاء الذي لا يزال يلعب مع فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 لا يزال يطارد حلمه الكبير، وهو الحلم المشروع، الطموح الحقيقي، وهو اللعب للأهلي والدفاع عن ألوانه وحماية شباكه. هذا هو الحلم الذي تتمناه معه جماهير ناديه، هو الطموح الذي نعيشه وتعيشه معه كل من يحب هذا الكيان، النادي الأهلي. حمزة علاء ابن قطاع الناشئين بالأهلي، معنا اليوم في الأشبال بقناة الأهلي.